أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: امرأة دائمة التشاجر مع زوجها وخصوصا في السفر، علما بأن هذا السفر غالبا ما يكون لأداء عمرة أو حج، فتقوم برفع صوتها على الزوج وهي محرمة، فما حكم هذا العمل؟ مأجورين. يحرم عليها أنها ترفع صوتها على زوجها، ولا سيما إذا كانت محرمة وفي عبادة، وهذا يخالف حسن العشرة بين الزوجين. عليها أن تتأدب مع زوجها، أن تحسن من أخلاقها، وأن تحسن من معاملتها مع زوجها بالقول والفعل. هذا هو المطلوب. نعم.